اسم كريم فيه شبهة لا اسم كريم طيب، ان الانسان يتسمى كريم، يعني ما فيهاش مشكلة. هو ربنا سبحانه وتعالى من أسمائه العلية ولا لا؟ ايوه إنه علي ايوه حكيم. بس في صحابي اسمه علي ولا لا؟ اه في صحابي اسمه علي، علي بن أبي طالب ايوه رضي الله تعالى ايوه عنه، ايوه من المبشرين بالجنة. فاسم ونعم كريم. الوكيل. وأيضا قد قال الله تعالى: قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين. رؤوف رحيم. يعني من هو الرؤوف الرحيم بالمؤمنين؟ الرسول محمد عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. عليه. قالوا: يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر. العزيز ده من هو؟ سيدنا يوسف. وربنا اسمه العزيز أيضا. ونعم بالله. ففي أشياء متحملة، متحملة التي تحملها الشريعة نتحملها، لكن في أسماء لله لا يمكن أن نسمي بها أبناءنا. فمن أسماء الله الرحمن، لا يجوز أن يتسمى أحد بالرحمن. ولذا مسيلمة الكذاب لما تجهرم وقال عن نفسه رحمن اليمامة، وأن هناك كذابون كثيرون، لكن لا يقال إلا مسيلمة الكذاب، مسيلمة الكذاب.